هل يجوز الصدقة للميت؟ نعم تجوز الصدقة عن الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها.